حد الحرابة ذكره الله تبارك في كتابه العزيز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين قطع الطريق. أهل الحرابة هم قطع الطريق الذين يقطعون الطريق على الناس. يقول أهل العلم: إذا قتلوا وسرقوا وأخافوا قطعت أيديهم من خلاف وأرجلهم من خلاف، وإذا قتلوا وسرقوا ولم يخيفوا قتلوا، وإذا سرقوا ولم يقتلوا ولم يخيفوا فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم فقط. فالقصد العقاب أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذا جمعوا الأعمال الثلاثة الإخافة والقتل والسرقة عملت لهم هذه الثلاثة: قتلوا وصلبوا وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذا فعلوا فقط القتل قتلوا، إذا فعلوا فقط السرقة قطعت أيديهم وأرجلهم. هذه الحرابة.